أهلا بكم في عاصمة الونشريست سمسيلة، وهذا عدد جديد من صريح جدا. أرغم العشرات من القاطنين هنا إلى الخروج نحو الشارع وتصعيد غضبهم تجاه السياسة المتعثرة في حل مشاكل الإسكان متعلقة بصيغة الاجتماعي، المشاريع المتوقفة وبرنامج القضاء على السكن الهش. وفي ضوء هذا نتوغل في قلب الحركات الاحتجاجية لصبر آراء المتظاهرين ومواقفهم. مهمشة هذه الولاية، مهمشة تقريبا، مهمشة يقول مهمشة بارابور تروح للدوائر واحدة أخرى في الجزائر ولا حاجة، تسيب مثال الدار البيضاء تسيبها ما شاء الله فيها أي حاجة. المشاريع السكنية في ولاية سمسيل، المشاريع السكنية راهي جامدة، اللي المشروع يخرج لك من 2001 مازال لحد الآن ما يتبناش وما مديوش الناس مفاتيحهم، قضية تروح كاع الولايات كاع قسموا هنا مازال لحد الآن، مازال يومنا هذا مازال في عام ونص ما بين والو. كنت روحت تشوف من هي الدالات كاينة غير بريمير كاتريام، عاطيلو في الكاتريام بصح ما كاينش كاتريام، غير الهواء ما كاين لا سكنه لا والو. ورانا كيما هاك ولا قاعده في هذا الانجاز كيما هاك طول، تقعد 3 سنين هاك وما نسكنوش. حنا خرجنا للطريق باش نبلعوا الطريق باش يخرج لنا الوالي، هذا مش رد الفعل تاع السلطات كيفاش كان؟ ما بيننا والو، رد الفعل تاع السلطات ما بيننا حتى حاجه، باللي ما كاينش تهدم راهم يقولوا لنا باللي ما كاينش. مشروع من 2010 توقف مع لو بي جي واحد الوي موا ولا ناف موا وعاودوا رجعوها، باسكو شركه وطنيه، باسكو عندها العرف الفوق، باسكو عندها العرف. والشركه قالت لك ما خلصتناش لو بي جي، ما نخدمش، اللي كانت دايره 240 خدام و250 خدام راه عندها 15 خدام. كاين سكاني كيما بلوك ويت والبلوك نيف ما بدالات ما كاينش، ما حبوش يعطوا لهم السكنه. انتوا حي حسن في ولايه سمسيلت، وانا راني نسكن هنا في الدوار، وانا هنا في الدوار وما خلوناش نفوت، راهم قاطعين الطريق. نطلبوا من ربي ومنكم شوفوا ليهم بعين الاعتبار وديروا لهم حل وفتحوا لنا الطريق في اقرب العجل. انت انسان مواطن بسيط، تروح تجي تسقسي على حاجه، تسقسي على خدمه عفسه هكذا، ما با ما يستقبلك شيخ. كرني نقول لك دير لها البارير، ها شعب حتى سمسيلته على باله كاع، دير لها البارير. كاع السلطات المعنيه هنايا على بالهم، لاحظي كاع على بالهم ومازال ما تحركوش الى يومنا هذا، مازال ما تحركوش. الولي ما بغاش يستقبل، فيما يخص الاستقبال، فيما يخص الاستقبال قال الولي ما استقبلش. راك تشوفينا باسكو كون استقبلنا وكون دخلنا ما كان لا استقبال لا والو. رانا مضرة تاع الصح وماناش خارجين من الطريق وماش راح نحبسوا نهائيا. هولي ما يفريناش امورنا، شنو نديروا بهم؟ ها شنو نديروا بهم؟ راه في عمري 35 عام وانت نسكن في سكوتي، انا عندي 3 دراري ضردهم وانت انا عندي شهر من اللي دايروا. وانت يستقبلنا الوالي؟ نروح نقول لك ما استقبلش، حتى كي نبلعوا الطريق ولا حاجه باش يستقبلونا. ما بلعناش الطريق وما درناش فوضى ما كانش يستقبلنا. نطلب من السلطات العليا يعاونونا برك، هذا ما كان في وجه الله يعاونونا، باسكو هنا هذا الولي ما درنا حتى حاجه، ما درنا حتى حل، ما كان والو غير غدوه سمين جايه شهر جاي سمين جاي شهر جاي، مانيش عارف راه يجيب بينا في الطريق ويطول فينا في الطريق، وحنا عطشنا وخوينا وقتلنا سخانه لهنا، وواحد راه مداو دوك المريض للسبيطار وغبنونا غبنا تاع الصح، والله الا غبنا والله الا غبنا. يرحل الوالي هذا ما نحتاجوش حنايا، يرحل مش غير هو والي، كاين رجال ما خير منه، كاين رجال ما خير منه يخدموا البلاد، مش غير هو والي، كاين ولات ما خير منه يخدموا البلاد، سواء والي ورئيس بلدي ورئيس دائره. رانا برا. ملكم بدون تعويض؟ لا تعويض، اختي ارماله وانا ارماله، وربي 70 سنه في الار في تسمسيل. وراني برا، انا دادون، انا دادون، دادون خيره، في حال العط قادر، راه ما عطونيش السكنه. انا عايشين بالكاشيات، انا نرقد انا بالكاشيات، وليت ناكلهم كيما العشاء والغدا، وليت نمشي بالكاشيات، نرقد بالكاشيات، منه؟ من المشاكل نتاع الاداره. والمسؤول اللي ماهوش قادر وماهوش صارم في هدرته وماهوش واقف في الميدان ما يحتاجوش حنايا، نحتاجو رجال اللي يبنوا الجزائر ونديروا اليد في اليد ونبنوا الدوله تاعنا.